ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم خوتي خواتاتي في واحد تحدي رائع جابوا الناس سي هشام. السلام عليكم، واش لا فاميل، واش الوقتات، كما العادة المعتادة، ما كان غير الجديد وديما الجديد، كما قالت شريفة ديالي، تحدي من سيربح المليون؟ تحدي منغم وزين وثقافة عامة، وبغينا نشوفوا داك نقلق له داك الراس واش راه فيه جمجمومة واش راه فيها، وحتى انا راني هاكدك. المهم كاملين من بعد الدراسة كنراس بقى يخوى غير بشوية بقينا متبعين غير البطاطا والخرشف. نوليو ان شاء الله هنا هكا نذكروا معلومات عامة. هادشي اللي كان هشام، المهم هذا التحدي ما بيني وبين فاطمة، من سيربح المليون؟ احنا ما غاديش نربحوا المليون، غادي نربحوا ثقافة عامة، ولكن التحدي اللي خسر فيه راه غادي يخلص. اللي يخلص شنو غادي يخلص؟ المهم اتفقنا ان اللي يخسر غادي يخلص بلا ديال السوشي. السوشي مشينا بعيد. بغيت تقولوا كيفاش هاد السوشي؟ انا نقول لكم غير ولادي راه ملي يتفرجوا في ديك التلفازه قال لك والو، حضروا لنا السوشي، فرجوا لنا شي فيديوهات ديال اليوتيوب، قال لك بابا وماما واش هاد السوشي؟ ايوا بقينا نفهموهم كيفاش، قال لك لا خصنا حتى حنا ندوقوه، وحنا الصراحه حتى حنا في هذا اللاج هذا عمرنا ذقناه. المهم غادي نلعبوا عليه ماتش، شكون اللي غادي يخلص؟ اللي خسر غادي يجيبه من التالي. باينه من هنا راها باينه شكون غادي. الثقافه هنا صافي، تبعوا معايا خوت، تبارك الله عليكم، يلا تبعوا معايا الفيديو. الاخوت على بركه الله. بسم الله. ما هي عاصمة قطر؟ الدوحة. كاين الرياض، عمان، دبي. صحيح. ما هو الشيء الذي إذا سئلت عنه المرأة لا تجيب عليه بصراحة؟ كاين كل شيء حاجة اللي سولتك عليها المرأة ما جاوبش عليها بصراحة. أنا عارفها. ثقافتها ياك؟ لا. إيه. عمرها. شحال تلبسي صباطك؟ تحدات وتقول الله ديالها نيشان. ماذا يعني هذا الرمز؟ H1N1 هو H1N1 فيروس الانفلونزا. صحيح، تبعي معايا، حسبي معايا شحال راني جاي. 3200 ريال سعودي. ماذا يسمى سكان دولة البوسنة والهرسك؟ هما البوسنيون ياكي. صحيح، 3200 ريال سعودي. ماذا تعني كلمة جسور في اللغة العربية؟ جسور تعني جسور. لا المهم تعاونيني نعاونها خوتي، لما نعاونوش راه فيها السوشي. فيها السوشي، واه اللي خسر يعني غادي يشري السوشي لولاده. ماذا تعني كلمة جسور في اللغة العربية؟ واش تعني جسور في اللغة العربية؟ أنا عارفاها والله ما نقول حاجة. جسور. والله ما نقول حاجة. جسور. دير استعانة بصديق. هذاك الصديق غادي يقول لي مانيش عارف، عاود انا لا عارف الاجابه خا عبد يا خلطه واش راه او يا ياك مانيش عارف الجواب صحيح. دير نص نص. المهم واش باغي تكملي لي كاع المسائل ولا ندير نص نص؟ روح اخوتي روح. شجاع. شجاع جسور وشجاع، واقع عليها الوقت انا ما عارفها. ماذا الشركه صاحبه نظام تشغيل ويندوز؟ هي مايكروسوفت. الدومين اخوتي الدومين دومين فاطمة. مرادف لكلمة أليم. أليم. اليم. 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 غير فكر راه ساهلة، راه واصل 31,000 ريال سعودي. 31,000 اليم هو اليم. دير داك صحابك. لا كملتيهم يا فاطمة. دال قال لك دال هي البحر. ما تعرفش اليم؟ تاع اليم انا نعرف الايه القرانيه تاع هو البحر. هو البحر تاع فرعون كيف داروا سيدنا موسى في اليم. شفتوا كي درت له؟ اودي تفهمتيني، اين يقع السد العالي؟ السد العالي يقع في السد العالي يقع في السودان. الله يحفظك. احس بشحال عندي يا فاطمة؟ كان عندك 31,000 ريال. ما حسبليش شحال عندي هنا الروسيطة. شوفي الروسيطة اللي حسبها لي 10,400، هذه الروسيطة اللي جابت لي هذا النهار. هذا الروسيطة واه شوفي لي مولا الطاكسي هذا. فاطمة بدي على بركة الله، انا غادي نضحك الا ما جاوبتش مزيان نضحك. شوفوا انا درك راني نضحك. بسم الله على بركة الله، ابدأي اللعبة فاطمة. قال لك اكمل القول التالي: اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، سلال حلال أجهال. تبغى
تقولوا لي هكا انا غادي ندير ديك مال مال البالون. ديري استعانه بصديق هذيك مانيش عارف ندير مال. بسم الله هالشطة. السؤال الأول من نمشيو للإستعانة بصديق. إحدى هذه الكلمات لا علاقة لها بالمسرح: ممثل، الجزيرة، الكواليس، ستارة. كاين الجزيرة. ما هي عاصمة روسيا؟ أوسلو، موسكو. غير روسيا واش قالوا لك عاصمة تاع اليابان؟ هي هذه. موسكو. لا انا كان قريت لهم الاسئله. قرا يلا. ما هو الشيء الذي اذا سالت سئلت عنه صافي عادوها قالوها لك عمرها. واه راهم يعادوك شتيراها. والله غير نتعاون. انا بغيت ندير جنسيتها. والله لا باغي نتعاون معاك. بغيت جنسيتها. وزير خارجيه روسيا يلا عاوني في هذه. وزير خارجيه روسيا سنه 2018 ياك. أنا كنت أسمعها في الخطاب يقولوا عليها بزاف. ما ميد فيد فيد. ميد فيد في. ميد. لافروف. مهم أنا. مهم هذاك. غورباتشوف. ولا ديري شوفي اللي بغي يعاونك هنا ديري له 50-50. واش بان لكم؟ واش بان لك أنت بعدا؟ جاتني هذاك غورباتشوف. يلا طيب. زعما خواتاتي؟ على بركة الله. زعما بسم الله. لا فرو صفر ريال. دير طالع صفر ريال. ها هو صفر ريال سيدي. نبدا انا. يوجد برج ايفل في ايطاليا. من ايطاليا الله سيدي تحكي بالله. برج ايفل في ايطاليا ما كاع حضرت اخوتي وراك اثنين طالع ايطاليا قلت كتوشي عليا. الفاكس هو وسيلة نقل لا ماركة. هو جهاز للطبخ. والله ما هي تدير الخشونة. ما هي العاصمة الأقرب إلى مكة المكرمة؟ شوف قاهرة. نبات يعيش في البحر. طحالب. سلاحف. سلاحف نينجا. صفصاف. ما أصل كلمة شادي أميران التي حرفت من العربية؟ أميران فاطمة مقبط. أمير البحر. كيف ما فرحوش بك؟ فرحوش بي وانا الله يقولك على ربي. كان غاليليو عالم الفلك. عالم فلك واش إسباني ولا فرنسي؟ غاليليو يوناني. إيطالي. شوفي قيدينا شحال عطاني شي بركة تما 10400. فاطمة على بركة الله. تبدا فاطمة ربي معاك. واش شجعني خواتاتي راني صدقت المرة اللي فاتت. ما تغلاو فيك. ها الزعيم هو عادل إمام. فرحوا بيا نتوما ترى فيك ما بقاش تفرح. أفضل اللي يمكن الخير. أستراليا أصغر قارة. الله يرفتيها صحيح لا نستعرف بك. علاش ما عارفش بلي استراليا؟ انا ما عارفش انا باستراليا عليك. انا عارف غير المغرب. وش هو التي استقبل بها اهل المدينه الرسول؟ طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. هذه جبناها لكم بالدندانه. هي مجموعة من الرموز وخاصة الحروف التي تكتب بها لغة ما. المرموزات، الشفرة، الأرقام ولا الأبجدية؟ هي مجموعة من الرموز وخاصة الحروف الأبجدية. صفقة خواتاتي. إن شاء الله تعرفت أنت هذه. أبجدية مالك. البلبلة تعني أنثى البلبل ولا التدحرج ولا الرش بالماء ولا الارتباك؟ البلبلة. البلبلة يعني الهضرة بزاف. لا البلبلة تعني غادي نديرو استعانة البلبلة. تعاون انت البلبل. البلبلة ولا البلبلة؟
بالباله والله لا راه باغي دير لي بالباله هاد الليله هذا البلبل واه فاطمه واش البلبل والله ما تكون شتي كتخطا نعطيك انا 10000 ديال نضارك يلا راه هو عطاني 10000 ديال اخوتي ها شاي شاي قال لك شاي يا شيباك البلباله شتي انا هذه اللي كنشوف هذه غادي نديرها هنا راه حنا تعابر هاي تعادل نعطيها لها مره خليت البلبل 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 ماشي البلبل حنا ديما نقول بالبلبل من بين هذه الدول من التي تنتمي للاتحاد الاوروبي من بين هذه الاتحاد الاوروبي ايطاليا باغيني يرونوني انايا بيتزا اكمل مقوله انصر اخاك ظالما او مظلوما نعم تقابض تقابض بوك ولد بوك شو قال لك ماذا يسمى صغير حصان صغير حصان يسمى بالمهر نعم صحيح جيد اخوتي باز باز اكمل المثل التالي الكثرة تغلب الكثرة يعني بزاف تغلب واش المجاعة ولا الشجاعة ولا القناعة ولا الولاعة لأن سمحة هذه المقولة المثل الكثرة تغلب القناعة يا ودي لا قلتكم لا 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 قلتكم الكثرة تغلبوا دير دير شي واحد من هذوك اللي الفوق هذه ندير تليفون هذه يقول لي والله ماني عارف اذا بصح بالتاكيد هي بعد نعم صحيح يا الشجاع تغلبوا الشجاع الكثرة يعني بزاف يغلبوا لا انت خلاص الله يرتاح يلا راسك حاجة اش قال لك اي شعراء التالي اسمائهم هو فلسطيني الجنسي احمد شوقي احمد شوقي من نزار القباني لا محمد درويش محمد جواهري فلسطين الجنسية فلسطين انا نعرف احمد شوقي ولا احمد شوقي مصري لا احمد شوقي مصري محمود درويش نزار القباني ماشي فلسطيني واش ندير نزار القباني انت ما قلتش انا ندير محمد الجواهري يا ودي لا دير 50 50 راه غادي تنتقل حتى ندير 50 50 نزار القباني هادي بحاجه على التزريفة صفر ريال والله العظيم يا الخوش قسم عليه الله يخليك جورج قداك صافي والله ما نديها فيك درك يلا عاصمة الجزائر خوا خوا طرابلس طرابلس بسم الله فرحت بيا رفيقك الشخص الذي يبالغ في يلا هضري على راسك الذي يبالغ في مزاياه ويرى نفسه من افضل الناس والمغرور بطبيعه الحال يلا والله اجرنا من الغرور امين اجرنا ديما متواضعين ازيدي برك ما تكثر عليا في الحس راك تخرب لي لا ميموار ما اسم رياضه كرويه التي تجري في حوض السباحه يلا بيني ووتر بولو انت ما تعرفهاش عرفهاش اسيدي في لي بو فلا بيسينات ووتر بولو كره اليد مالو برافو عليك اخر شهر في السنه الهجريه ذو الحجه ذو القعده ذو الحجه لا لقاش مراه كيجي محرم ذو القعده ذو الحجه راس العام في قاش تكون هذه ذو الحجه ديري ذو جنبي يا هني راسك ذو جنبي راه ذو الحجه فاطمه واش ذو القعده الاولى ولا ذو الحجه ذو القعده عاد ذو الحجه ذو القعده كيكون فيه كاين شوال وذو القعده ذو الحجه انسان مؤمن عاوني فهاد لا واحد الكلمة يطلق على اسم السفير أوه وعلى ذي الكريم الألماس الذي يطلق على اسم السفير السفير قد نديرو استعانة بصديق لا أعرف الحجة قلت الآليف صحيح تقمري معه تقمري معه قلت إجابة صعبة أكيد يا يعني طيب سهل ألف ما قصد قصد يقول 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 سيس الجبال القلمون توجد فيه يا لبيبي راني عارفها صح عاوني هاد المرة شنو راه نعاونك تاعك فلسطين راك متأكد والله ما نثق فيك إجابة صحيحة نعطيك أنا جوج والله ما فلسطين والله ما فلسطين أخوتي دال شو كان باغي شو كان باغي لا إله إلا الله سوريا 21000 ريال سعودي 21000 ريال سعودي كم شهرا؟ هي مدة حمل الجنين البشري 9 أشهر. ما شاء الله سؤال سهل.
نهضر كيف هاد ماشي اختي لا يكونوا خصوني شي حاجه يلا قولي لي في هذه يلا ما اسم زوجات بيل كلينتون عطيتي عليها بيل كلينتون بعدا ولا ما قلتيش عليها هيلاري سميتها هيلاري يلا بيني ماري مونيكا شيلسي جاتني هيلاري وانتم اخواتها هيلاري بسم الله الله ويا 100500 ريال ويوفي طلعة واحدة الرئيس الفرنسي اللي توفي أثناء فترة رئاسته باين 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 شارل ديك أنا كنت عايشة في ذاك الوقت أنا كنت حية في ذاك الوقت ديري ديري دار ياك شارل ديك شارل ديغول ديغول ما شارل ديغول ولا غشيتني ما عندي ما نعطيك دابا تلاقي 10400 تما انا عادي يعطوك بزاف انت وخا تخسري غادي يعطوك واحد 50,000 دولار غادي ندير 50 50 ديري يلا توكلي على الله هاد شارل ديغول راك متاكد انا متاكد بسم الله بسم الله ندير ديري متاكد متاكد رجوله ديري يلا انا نهضر معاك بسم الله انا بغيت نخلي الله يعطيه عشان 400 ريال والله ما فاتولها عشان 400 ولكن فايت ثانيه فاطمه ان شاء الله راك شايفين اخوتي هذا المنكر اللي راه داير فيا الا بغيت لها الخير هي الله يعطيني انا بوحدي نشري داك السوشي هذا سامح صديق نباح الله يكون يسكي تقول هي نباح خويا عقلت عليها مأوى الأسد مأوى الأسد هو الفخ الوكر الكهف العرين 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 مش العرين أقول كلمة متقاطعة أخوتي وش كنت تضحكوا عليا أنايا واش كنت تضحكي عليا ولا إن شاء الله ما كتعرف تهبل هي العرين قالك شو قالك ابن أبيك وأمك هو ولد باك عمك أه ابن أبيك وأمك هو أخوك يلا من بين هذه الدول ما هي أكبر دولة عربية من حيث المساحة اليمن المغرب قطر السعودية عاوني نفاد قطر عرفتها من ستة كتب لي عرفتها زعما بغيت تقول لي زيرو يلا باقي آخر مرحلة ديالها وعاد نشوفوا واش غادي تجي يلا بسم الله أخواتاتي شجعوني يلا آخر مرحلة ديالها المنطقة التجارية التي لا تفرض فيها الضرائب على البضائع منطقة محرمة محاصرة حرة منزوعة السلاح قال لك واحد البلاصة تجارية ما كيفرضوش فيها الضرائب على البضائع كان المنطقة المحرمة المنطقة المحرمة يمكن تفرضها عزم هذا السؤال على بوسطة عاوني شوف انا معاون عطيني المعاونة المساعدة دير تليفون دير ها هو تليفون حرف جيم هيا جيم هيا منطقة حرة شكرا لك على منزعة السلاح شكرا لك على الضرائب يعني كونتر بوند احدى هذه الدول ليست عربية ايران اكمل عنوان الفيلم التالي سنو وايت والاقزام السبعة لقاح فايزر بيونتيك وتعاون بها مدينة أمريكا فايزر عرفتي فايزر لا الأول اللي تندار كاع أمريكا وألمانيا ولا إنجلترا هنا يقربتي شوية من جبتي لي حس إنجلترا هنا جبتيني أمريكا وإنجلترا بيني الله ما نديها فيك غادي نمشي نشوف خوتنا الجمهور واش يقول باء قلت لكم ما نديهاش فيه كان غادي يغلمطني امريكا والمانيا يدير لي هذاك انجلترا عندهم ديك مرمر شي حاجه المرمر هو نوع من انواع الصهور ولا البخور ولا الطيور ولا الصخور يا عرفتها شنو هو المرمر طيور انا شكيت في البخور وانت أنا شكت في الطيور مرمر طيور الجنة ما بقي 50 50 ريم ديرها لحقاش مانيش متأكدة صخور طيور مرمر انت ديما من تقولي شي دير داك اللي لانفيرس العكوسات دير الصخور اخوتي المرمر ديري توكلي على الله يلا تنال معاك
عندنا راني خاسر خاطر فهاد البرطيبه اللي كشي راه كيطالع بزاف نادين دار الطيور انا تبانيت ولي هضرت راجلي هذا الراجل ديما مزطمني على الخاسره ديما ديما. المهم اخوتي هذا الشيء اللي عطى الله السوشي تكلم في الشاف الشاف الصغير. المهم ان شاء الله حنايا كنا غير ناشطين، الى عجبكم بحال هذا النوع من الفيديوهات خليوها لنا. والله الا ما رضتني بهذا الحد انا ضروري نغلبها صعيبه اللي غفلت عليا الثقافه. ان شاء الله نديروا لكم فيديو واحد اخر النسخه الرابعه. المهم شحال جبتي انت المعدل ديالك؟ 20800 20800 ضد 10400. المهم راه غلبتني في التحدي اخوتي، ثقافه عامه كاينه موجوده حاضره الحمد لله والشكر لله. بعدا الاولاد بعدا نتمهني منهم وتثبتنا السوشي. تهلاي ولادي بعدا تهلاي ولادي غادي ناكلو العمايد. المهم هي تبدت فيا السوشي اخوتي، ولا عجبكم هذا الفيديو بحال الطريقه هذه والله نديرو تحديات اخرين ثقافه عامه. انا نستافد وهما يستافدوا ونشطوا كاملين وانتم تستافدوا. الا عجبكم هذا الشيء اونتر فامي تفرجوا وضحكوا مع وليداتكم ان شاء الله. هذا الشيء اللي كاين في الفيديو يلاه كما العاده كتقولي انت. نتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون نال اعجاب ديالكم. الناس اللي اول مره يدخلوا القناه تابونوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اللمبه الحمراء فين فين اللمبه الحمراء تما ابوني اخوتي وطاع عليها وديروا لك جرس وهانيه وهانيه ما كاينش وداك الشيء. شكرا لكم اخوتي خواتاتي بارك الله لكم في القلب اخوتي. تلقاكم نتلاقاو في فيديو جديد الى اللقاء.